تشرذم صفوف الجيش الحر وانتقال مقاتليه إلى الألوية الجهادية أو إلى خارج البلاد أدى إلى تغير خريطة النفوذ، ما جعل الفصائل المتطرفة هي المسيطرة على الأرض. اعتقد أغلبية البسطاء، دعني أقول بأن يمكن أن يكونوا قوة إضافية لصالح الثورة، ولكن حصل العكس. يعني بمعنى آخر أنهم قويت شوكتهم وبالتالي بدأوا هم ببسط نفوذهم على الكثير من المناطق، وعندما قويت شوكتهم كان هناك داعمين خاصين لهم، لم يعد بالإمكان يعني اجتثاثهم أو نزعهم من هذه المناطق. بينما كانت مصادر تمويل الجيش الحر تتضاءل، كانت الفصائل المتطرفة كجبهة النصرة تتلقى دعماً سخياً ومتزايداً. شافي سلطان محمد العجمي يدير حملات منتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات للمقاتلين السوريين، وهو أحد أنشط جامعي تبرعات الكويتيين لصالح جبهة النصرة. حجاج فهد حجاج محمد شبيب العجمي قدم الدعم المالي لجبهة النصرة مقابل تعيين كويتيين في مناصب قيادية في الجبهة. لا يمكن أن يعمل إنسان على دعم تنظيمات مسلحة بدون رضا على أقل تقدير، رضا السلطة على أقل تقدير. يعني إذا لم نقل أن هذه السلطة سهلت، إذا لم نقل أن هذه السلطة هي التي أعطته من أجل أن يعطي، فهي على الأقل غضت الطرف لسنوات طويلة. فمنشوف أنه كثير من رجال الأعمال في قطر وفي السعودية وفي الكويت بدرجة رئيسية وفي بقية دول العالم بدرجة أقل، كان عندهم نشاطات من أجل تمويل مباشر لتنظيمات. قام عبد الرحمن بن عمير النعيمي عام 2013 بإرسال ما يقارب 600,000 دولار إلى القاعدة عبر ممثلها في سوريا، كما سهل دعما ماليا كبيرا لصالح التنظيم في العراق، وكان صلة وصل بين زعماء القاعدة في العراق وممولين في قطر. تقارير لاحقة اتجهت أبعد من ذلك لتتهم مسؤولين سياسيين بدعم جبهة النصرة. موقع نورديك مونيتور نقل عن تقرير أعدته وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن لقطر وتركيا بصمات واضحة في هذا الشأن. خلص التقرير إلى أن جبهة النصرة تلقت على الأرجح مساعدات لوجستية ومالية ومادية من عناصر من الحكومتين التركية والقطرية. قطر من جهتها لم تنف التهم، بل ادعت بأنها في ذيل قائمة الداعمين. أما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر، ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم. العوامل السابقة مجتمعة أوصلت الفصائل المتطرفة للتحكم بمسار الثورة السورية وتصفية من لا يشاركونهم رؤيتهم الخاصة بمستقبل المنطقة.